تشكيلة المدرب أول شيء كانت غلط، سواها الموسم اللي طاف قدام الكويت وهم نفس الحالة خسر. هذا بون ياكل كنتوا تنادون فيه؟ والله العظيم للأمانة قدام الفريق الكبير ما قاعد يسوي شيء للأمانة. وأربعة أربعة اثنين هاي تشكيلة الموسم اللي طاف لعب قدام الكويت هم خسر وهم من دتش الحين. فما راح الدوري خلاص. ورايح من زمان يعني، بس المملكة القادسية ما أخذنا عشان ما يصير زعيم أصلي. يصير شك. والله ما أدري، الله كريم. شو أقول بعد؟ الله كريم. متى العرب يقول الله كريم؟ متى بتاخذون الدوري؟ متى بتفوزون على القادسية؟ والله ان شاء الله ان شاء الله. بعد شو نسوي؟ يوم خسرت بعد ملعبك متى راح تفوز؟ افوز اذا صار عندي ادارة سنعة، اذا صار عندي لاعبين سنعين. عندكم لاعبين زينين، مدرب بونياك قلتوا ياكم بونياك. والغلط مو اني رجعت بونياك، شو شلته انت؟ ليش شلته؟ هذه المشكلة الحين. خسارة اليوم يتحملها بونياك؟ مو بس بونياك، يتحملها الكل، لاعبين، ادارة. هذا اذا كان في ادارة. 2-0 اي توقعت ان شاء الله. اي نعم ان شاء الله يستاهلون القادسيه. واردك العربي زمان العربي ما فاز على القادسيه بملعبه من 2001 اي تقريبا. اي تسوي لهم عقده انتم الحين؟ لا لا ان شاء الله مو عقده، لكن عاد هذا فن واسلوب وعلى ما قال توفيق من رب العالمين. مبروكين. الله يبارك فيك. تسلم. الله يبارك فيك. اتمنى الفوز ان شاء الله ونطلع الاول ويتعثر الكويت وباذن الله ناخذ الصداره باذن الله. شلون طفل العربي اليوم؟ والله ما في، هو اساسا ما في عربي عشان نطوفهم يعني. عربي هذا كلام كبير هذا. قاعد تشوف انت، قاعد تشوف الملعب بعينك. يعني فريق اخر دقيقه هاجمين عليه قاعد يسكر دفاع فريق هو خسران 2، فريق خسران يعني، فريق خسران ومسكر دفاع اخر دقيقه. يمكن عشان صار 2-0 فما في امل خلاص يعني، فقال حافظ على النتيجه. على الاقل يهاجم خلاص، يا خارب على الاقل يهاجم، ماك شيء. خل على الله. مبروك حبيبي. الله يبارك فيك. والله لان في 14 واحد هناك لا يحسون لا بشيء يعني. شنو 14 قصدك؟ 14 عضو هم يعرفونها. لك الاداره يعني؟ الاداره اكيد، ما في غير الاداره. الحين النادي العربي هذا الزعيم متى ما فاز على القادسيه؟ من 2001 هني، من 2001. من السبب؟ انت تقول انت عرباوي. الحين شنو يفرق العربي عن القادسيه؟ عندنا رجال عندهم رجال، شنو اللي يفرق؟ يمكن مستوى، يمكن محترفين، يمكن مدرب. ولا محترفين، ما في ناس هناك تقدر. وضح كلامك، شنو تقصد؟ والله شو اقول بعد؟ شو نقول شو نخلي؟ ملينا واحنا نسولف. ينزل هو يقول بالملعب يعني؟ نسولف. لا هم يعرفون كل شيء ويعرفون شلون يديرون. شو الحل؟ اذا اعطوك الحل شو الحل؟ الانتخابات بس ما في فايده، يحبون الكراسي. مشي مصلحته على مصلحه النادي، ماكو لا تعليق، ما في. الاداره قاعد تصرف، قاعد تجيب محترفين. هذا تسميه محترفين؟ سكيك احسن من المحترفين هذول. مدرب طلبته بونياك وياكم بونياك. لا تعليق ماكو.